أعرف المسرح وكل شغلك في المسرح، بس مالك 4 أيام في البرنامج بدأت تستعرض على الشباب. خليني أشوف مقطع. الله يستر. هي في جزئين، في جزء قتال ضرب وفي جزء استعراض. احنا كنا نطبق، ما قلنا قلت اشرح لنا الله يرحمه. لا شوف ابوك كذا خل... اي اي يا رجال لا شوف في جزء استعراض. حلو تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ما شاء الله قول ما شاء الله. لا شوف قول ما شاء الله يا الربع، في جزء استعراض ترى يوسف يسوي بالسبحه احسن من كذا. حلو اصبر خاف الله، انت الحين قاعد تسوي كذا وتسوي كذا وترجعها تسوي كذا. لا هي عارف يسوي كذا ويطلعها من الجهه الثانيه ويودي. خاف الله فيني وشي. هذا مو بعد 4 أيام، هذا في الحلقات الاخيره، بعد ما ضمنت انه ما في الا انا بس تقبي انا. حتى شوفها ما ادري يرحم امك يا اخي، انت ايش قاعد تسوي انت؟ طبعا بس عشان تكون الصوره واضحه عندك استاذ سعود، النشاكو هذه اللي هو السلاح هذا سفنجي. ايوه فهو خاص بالاستعراض. شوف اسفنجي وانت حطيتك على راسك، خايف تسقع راسك بعد وهو اسفنجي. هو شوف اسفنجي ليش؟ علشان ما مثلا لا قدر الله طارت ما تضر احد حولي. فهذا الجزء الاول، الجزء الثاني يخترع فيه مايك، يعني انا اسوي كذا يضرب المايك، فانا قاعد اتفادى، قاعد انزل تحت علشان ما يضرب. انت جايبها صح، عارف وش فقراتك كنت بتستعرض صح؟ ما كنت بستعرض. شو واحد جاب طاري من الموجودين انه عبد الله يلعب في دفاع النفس، فقالوا لي قوم وسوي اي حاجه. وانت هي جاهزه معك؟ عندي في الشنطه. طيب انا اشيلها طيب مع بطاقتي. المايك وش ابي له؟ ارفع هذا وفكه من هنا وخلصنا. ما بقدر اتكلم. مو بلازم انا اوريهم. خلاص شباب ترى جبتها معي. اعطونا ما معك بعد. لا انت نظامك على طول كذا. انا قلت لك انا جاي كاجوال، انتبه. يا ابوي انت لا تخسرنا، وجاي بذا الضيف. انت قايل لك انا لا تورطني انت. من ما راح يضربني؟ اوكي حلو تمام. الله يسامحك عادل. طيب. الله يسامحك.